اهلا بحضراتكم مره تانية. اول فقراتنا الحواريه في البيت الكبير مع الناقد الكبير الاستاذ عصام شلتوت، المستشار الفني لموقع القاهره 24. الفني ده يا عم في الكوره، المستشار الفني والمستشار التحرير وكل حاجه. استاذ عصام انت على علم بكل الامور، يعني ربنا يخلي حضرتك كابتن هاني. منورنا دايما، جزء من الشغلانه من مستشار التحرير يعني في كل المواقع يعني. لا منورنا ومشرفنا استاذ عصام. كابتن هاني انت اللي منور، وجمهور النادي الاهلي وفرحته وفرحه الشوارع الحمراء بالثلاثية المهيئة لأنها تبقى خماسية حاجة كبيرة وحاجة عظيمة. أهم شيء بيميزها، أنا آسف يعني أن دخلت، لا طبعا طبعا طبعا، لأن فعلا ده كان ملح عليا طول الطريق، أنها جزء كمان من برنامج انتخابي عمله مجلس إدارة بيقوده الأسطورة كابتن محمود الخطيب، اللي دايما هو نفسه بيقول أن الأسطورة هي النادي الأهلي. والحقيقة جزء كبير جدا قبل ما تنتهي مدة المجلس يسير على قدم وساق نحو تحقيق ما يسمى ببرنامج مجلس الإدارة عائلة الأهلي. ده صحيح، ده صحيح، على مستوى البطولات، على مستوى الصفقات، على مستوى إنشائي، ده مهم جدا. وما شاء الله يعني رغم كل التحديات الصعبة اللي مر بيها مجلس إدارة النادي الأهلي ولعبته الفترة اللي فاتت، لكن بنحقق إنجاز كبير جدا. موسم 15 شهر بنحقق ثلاثية رائعة، وإن شاء الله نحقق كمان السوبر الافريقي اللي انا عندي مشكله مع السوبر الافريقي وهتكلم وهناقش حضرتك فيه، وكمان لسه عندنا السوبر المحلي. بالنسبه للمونديال الانديه وكاس العالم الانديه طبعا اكيد السوبر لازم كمان يبقى فيه سوبر ناس. الحقيقه يعني لاننا في قناه النادي الاهلي فلازم اقول ده، يعني يصعب ان حد يقول انه مجالس ادارات متعاقبه في ظل المقارنه بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. فلما تحب تقول كلام كويس قول، لكن قول كلام منطقي، ما تقولش نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في حصد بطولات كرة قدم بينما أخفق في الإنشاء، نجح نادي الزمالك في الإنشاء بينما أخفق في بطولات الكرة. يعني حد بس يعني يفتح زاوية الكاميرا ويقول يعني إنه من أول البوابات إلى فروع جديدة إلى مشروع استاد الأهلي الحلم اللي بيتحط له تفاصيل كتيرة جدا، فيقول يعني لم يقدم ما هو انشائي. يعني الحقيقه وحد طلع قال على مستوى امبارح الحقيقه ووقفت قدامه جامد جدا، لكن لانه وانت في العام ما تقدرش يعني تكون يعني مرتدي زيك الاحمر، لكن في قناه النادي الاهلي او حين يكون الحوار يعني بمنطقيه انك تتحدث عن النادي الاهلي في قناته، لا الحقيقه يعني انا برد التساؤل، معقوله هل يا كاتب هذه السطور انت شايف ان هناك ما لم يقدم على مستوى ملف الانشاءات؟ مش محتاجه اجابه الحقيقه. اصل كمان لو جينا ده ملموس بالعين، انت ما بتعملش حاجه مجرده وبتعمل حاجه مستخبيه او جايب صفقه ومخبيها يعني او صفقه ما اعلنتش او بالظبط. يعني النادي الاهلي بيعمل انشاءات كبيره جدا، كابتن محمود الخطيب بنفسه ومجلس ادارته بيروح يفتتح هذه الانشاءات، الفرع الرابع في التجمع الخامس شفنا ازاي البنيه الاساسيه بتتم، يعني كلها اشياء ملموسه. تطوير يعني. الشيخ زايد بقول لحضرتك يعني من اول يعني دخلونا انا وحضرتك نراجع نفسنا يعني من اول البوابات وتحديثها عشان يبقى نفس النموذج ونفس الموديل يعني. لكن انت اللي فكرتني لما قلت رغم الضغوط، يعني لا ضغوط كثيره جدا، ضغوط في غايه العنف غير المبرر، ومع ذلك تجاوزها مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بحنكة يعني الأسطورة محمود الخطيب. صحيح صحيح، دي ميزة النادي الأهلي أستاذ عصام. لكن خلينا نتكلم إن كل جماهير النادي الأهلي بتسأل السوبر الأفريقي إمتى. في وقت من الأوقات كان طبعا أنت عارف الكاف كان عامل عقد مع قطر لمدة 3 سنوات استضافة السوبر الأفريقي في قطر، ولكن من يمكن أسابيع أو من أقل من شهر كان خلاص المباراة، قالوا المباراة ستقام في مصر. بعد كده كان المباراة المفروض هتقام يوم 10 ديسمبر، بعد كده كان في اعتراضات من نهضة البركان ان احنا مش هنلعب المباراة السوبر في مصر. ثم توالت مش هقول لك التصريحات الرسمية، لكن بعض الاقاويل داخل الكاف المباراة لا هتكون في مصر يوم 18 ومش بشكل رسمي. لكن اخيرا يعني وصل لدرجة ان خلاص رسميا دلوقتي حتى الكاف بعت رسميا ان هو سيتم بالاتفاق مع دولة قطر ان هو مش قادره تستقبل هذه المباراه خلال الاسابيع القادمه، سيتم تاجيل المباراه الى النصف الاول من 2021، يعني تقريبا من ديسمبر لغايه يونيو اللي جاي هيكون في مباراه السوبر
في قطر مش في قطر في مصر برضو. هذه المعلومة لم تحدد لغاية دلوقتي حتى الآن. صدر بعد قعدة النهاردة أو اجتماع النهاردة هو تحديد الموعد. لكن الحقيقة في شقين حين تم يعني توجيه بخروج السيد أحمد أحمد على خلفية حكم من الفيفا. اللي جه مكانه السيد عماري قال أنه يجب أن نعود لما كان عليه انضباط الكاف، ألا وهو أن يكون طبقا للقواعد واللائحة. عندك شروط المسابقة بتقول بطل الأندية أبطال الدوري يستحق أن يلعب السوبر في ملعبه، وبالتالي وأنت تناقش أوراق تحدثوا عن شركات وفساد وكذا، إذن لماذا لا يكون هذا العقد مع الاتحاد القطري؟ لا أتحدث لا عن دولة ولا عن شعب، صحيح. عن الاتحاد القطري لكرة القدم. لماذا لا يكون هذا العقد أيضا هو عقد يمكن مراجعته؟ ليه لا؟ يعني أنت مش بتدور في كل الورق اللي لقيته في المكاتب، إيه بقى اللي حصل؟ يبدو أن السيد يعني عماري راح لفكرة صحيحة وحقيقية، لكن نزولا على برضو التعاقدات وأنه لا زال هناك موسم فاصل في عقد الاتحاد القطري مع الكاف، أكيد رجعوا تاني وقالوا له لا يجوز، مع ضغوط مغربية لصالح فريقها وبالونات اختبار. وعظمت جدا يعني موقف النادي الأهلي وموقف كابتن محمود الخطيب أنه لم يخرج حتى ساعة حضوري قدام حضرتك بأي رد، هنلعب مش هنلعب، السوبر لازم يتلعب باللايحة ولا بالعقد، لأنه في الآخر الكلام كله بالونات اختبار من وجهة نظري. إنما النادي الأهلي وبقول لجمهوره أوصل رسالة واضحة جدا شفاهة لمن يهمه الأمر، وبينهم يعني أصدقاء مشتركين قبل مضمون ما يكونوا الرسالة إيه عن مضمون الرسالة. الأهلي لن المجلس الأهلي المجلس لن يفرط في أي ما يكون حق أصيل للأهلي الشعار، للأهلي النادي، للأهلي المؤسسة. وبالتالي صارت الأمور، وأنا بأكد لحضرتك أن هذه الرسالة الشفهية شبه الرسمية جدا جدا ما عدا الأوراق هي اللي خلت الدربكة اللي احنا شايفينها في نص الكلام، انه في ميعاد لكن بنتواصل مع الاتحاد القطري. يعني لو حضرتك كمان تقرانا بالظبط نص ال 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 الكاف بالظبط بيقول عندي نظرا لصعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري، وكأنه اتفاق جديد يعني حول تنظيم بطولة كأس السوبر موسم 2019-2020 بين الأهلي مصر ونهضة بركان المغرب. قررت اللجنة التنفيذية إقامة توتال كاف اللي هو اسم كأس البطولة والراعي بتاعه في النصف الأول من عام 2021. يعني مبدئيا حتى ظهر الغد مفيش يناير، بس في اللي حضرتك قلته من يناير إلى يونيو، وأظن السنة ما فيهاش إلا نصين ست شهور كله. صحيح، هو مش واضح كمان في البيان دوت فين المباراة، يعني لغاية دلوقتي بالزبط. مش واضح من خلاله. تحت ضغوط الرعاية والمال وهو جزء هام بل ومفصلي جدا في إدارة الكرة، لكن كمان لابد من شريكك أن يحرص على الجزء الفني للأندية المتبارية للكرة الأفريقية وعلامتها هيكون بطل أبطال الدوري وبطل الكونفدرالية نهضة بركان. صحيح. وبالتالي لا يمكن أبدا الخضوع من وجهة نظري الكاف بقى لهذه الطريقة في التفاوض، اللي هي طريقة لما نشوف احنا اجندتنا فاضية امتى، ما هي دي كمان هنتفق فاضي امتى كمان على الملعب. بالزبط. ما هو ده مهم جدا، واضح جدا لنهضة بركان ان هو من الواضح انه مش عايز يلعب المباراة في مصر، في ضغوط من الاتحاد من المغرب واعضاء يمكن الاتحادات او الاتحاد المغربي في الكاف، لكن كل البيان بيبين ان المباراة ستؤجل للنصف الاول من السنة اللي جاية ان شاء الله، ولكن هم بقى بيحاولوا بقدر الامكان هنشوف هنلعب المباراة فين، وده في رأيي الشخصي تخبط اداري بشكل واضح جدا يا استاذ. طبعا طبعا، وزي ما قلت لحضرتك هناك عصبة مصالح كانت في بعض الاتفاقات مع السيد احمد احمد، وعصبة مصالح تبني مصالح جديدة، فنحن حتى الان لا ندري من سيترشح ل يعني رئاسة الكاف في دورته القادمة في مارس، هل هو السيد العماري، هل أحمد بن يحيى قصدي. العملية الانتخابية ليها دخل في هذه مثل هذه القرارات؟ طبعا طبعا،
كم معك من الاصوات؟ ما هو المكتب التنفيذي، وانا قلت مع حضرتك عشان الناس ساعات حتى لما بتيجي تتكلم عن ممثل مصر او يعني العربي المصري انا بريده او المغربي العربي الافريقي فوزي لقشع بيقولوا انه بيمثل بلده ده او ده، لا هو بيمثل زون افريقي، مزبوط. منطقه افريقيه. كم في قبضه يدك من اصوات في هذا الزون، وستعطي لي من في الرئاسه؟ وبالتالي دي مصدر قوتك. عشان كده انا ما اعرفش ازاي اتحادنا او لجنتنا ما بتخشش المساحه دي. المساحه دي لازم تتدخل، لازم ترمي كروت اوراق اللعبه في ايد كل الاتحادات عشان عندها صوت. فما بالك لما يكون حد من بلدك موجود أكيد. وهو يمثل زون معاه كتله اصوات يضيف لها صوت بلده وتحركات من هذا القبيل في العمليه الانتخابيه، كيف لا تفاوض؟ يعني حتى الان انا يعني مش شايف اي منطق في عدم التدخل. صحيح هو مش طرف الاتحاد كتدخل رسمي، لكن لازم اعرف مثلا زي في شغلتنا كنا نخلص شغل ونيجي نقعد معاك، ولو ما بتلعبوش لما بقيتوا مدربين ده جزء من شغلك لازم امر عليك طبعا. فازاي هم ما فيش جسور لعلاقات وتودد وراحه وذهب وجاء وهكذا؟ وبالتالي نحن نفقد يعني قوتنا الناعمه. الدوله تسعى لها في كل مناحي الحياة، الدولة تقيم مهرجانات، تنظم الكان 2019 كحل عبقري بديل لمن لم يستطع التنظيم، ثم نذهب ونضع كل الإمكانيات ونستثمر في ما هو رؤية مصرية للاحتراف وضرب الفساد والاحتكار، وكله نجحنا فيه. يجوا بقى أهل المحتوى اللي هي الحاجة الوحيدة اللي الدولة أو الحكومة المصرية تقدرش تدخل فيها، يبقوا هم برا اللعبة خالص؟ مستحيل. يعني عشان كده أأمل إن هم يتحدثوا نيابة عن ممثل الكرة المصرية الأهلي، أو لو كان أي يعني الممثل الحالي بالظبط. طب الراجل ده أنتوا واخدينه على فين؟ طب الترتيبات اللي عندكم إيه؟ وبالتالي لازم تكون انفولف في الموضوع نفسه، لازم تكون عن شراكة، مش شراكة في اتخاذ القرار لكن موجود على الترابيزة، عارف الأمور رايحة فين، تقدر تقول صوتك بشكل مباشر. أكيد أنا هنا بكل تأثير. أنا عايز أسمع، أنا عايز أعرف الأندية من مصر شأنها إيه بالظبط. أنا لابد أن أكون جزء من الحوار، صحيح أنا مش جزء من القرار لكن لازم أكون جزء من الحوار. حتى الآن مفيش أي يعني حاجة، يعني هو أي ربط لو ربطنا العملية الانتخابية في الاتحاد الأفريقي اللي هتقام في مارس 12 مارس إن شاء الله بميعاد البطولة، تفتكر يبقى ستؤجل إعلان هذه المباراة أو إعلان ميعاد هذه المباراة لما بعد الانتخابات ووجود رئيس للكاف؟ وارد جدا. ليه؟ حتى لا يلعب الأهلي يعني في فورة تألقه يعني مع نهضة بركان اللي هو مش مصنف هناك يعني من أبطال الدوري وكذا، مش 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 على الأقل ما هوش طرف الديربي على مستوى الكونفدرالية، يعني مش طرف الديربي المغربي يعني. وبالتالي لا، طب وانت ايه تكسر بخاطره ليه؟ فتزيد يعني عظام الكرة المصرية قوة، وبالتالي ما تسيبه لما يجي رئيس جديد ويبقوا الاثنين يتصرفوا مع بعض كنتائج ككره، فلا تخرج المغرب مكسوره الخاطر بدون القاب. هم مش مكتفين بالكونفدراليه، لا هم شغالين على انهم يبقى ليهم حصص في البطولات وحصص داخل الكاف، واحنا كمصريين اللي بنعمل ده. وتاني بقول لك، الحكومه المصريه تعامل الكاف كالهيئات الدبلوماسيه في واقع غير مسبوقه، وانت ممن عاشوا في الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي بمقره لا يعامل معامله الهيئات الدبلوماسيه، لكن صحيح. الاتحاد الافريقي في مصر بقرار رئاسي ثم بحثه لتقنينه، لانه ما فيش حاجه هنا بتتعمل كده وخلاص، على الاقل من اول عنواننا مصر الجديده في 2013 بات هو وجامعه الدول، هو وفروع يعني كل المنظمات العالميه يساوي كمان جامعه الدول طبعا واحد. بعد اللي بقدمه ده انا لا اطلب يعني لا رد جميل ولا مقابل، لكن اطلب ان اكون كعاده مصر اللي انشات وكذا، اكون موجود في الحوار ده. ده بقى شغل الحقيقه اهل المحتوى، لا ينفع يبقى شغل الحكومه ولا ينفع يبقى شغل الانديه. لكن للدفاع عن حقوق النادي الاهلي تصدى مجلس إدارة النادي الأهلي برسالة صوتية زي بالونات الاختبار إن احنا سندرس. الأهلي لن يوقع على بياضة كابتن هاني، لا طبيعي. الأهلي هيدرس أكيد. هلعب، طب هلعب إمتى؟ طب لو عايز تنفذ العقد أنا موافقك، طب هتقول لي عشان جزء من الدخل أنا موافقك، لكن إمتى وإزاي؟ لازم أبقى شريك عشان عندي بطولة دوري، عندي وأنا البطل وأنافس، عندي كأس مصر وأنا البطل سأدافع عن اللقب،
عندي كأس العالم للأندية ما تحطليش أي لبخة كده، أنا عايز علاج حقيقي. زمان كان مفيش أدوية وكيميكالز وكذا، فكانت الناس تسخن بصلة تحطها على الورم. الآن نحن في حاجة لعلاج حقيقي، مش أي لبخة زي ما بيقولوا أهلينا بالمعنى الدارج يعني. صحيح صحيح. ويمكن برضه عشان السوشيال ميديا والجماهير، احنا النادي الاهلي لغايه دلوقتي ما فيش قرار رسمي خالص. يعني كل اللي حضرتك بتقوله ده هو مجرد في كلام اتقال، كلام شفوي، لكن متعودين النادي الاهلي لما بيكون في قرار رسمي بتحدث الرسمي للنادي الاهلي بيطلع وبيقول قرر مجلس اداره النادي الاهلي 1 2 3 4. فلغايه ما يدرس الواحد 2 3 4 اللي هيقوله اصلا يعني برضه، ورغم انه ده برضه يعد نظام رائع اللي هو فكرة حين يأتي قرار وانت كنت مستني يعني 3-4 قرارات موافق عليهم، حتى ده مش هيخلي النادي الأهلي أول ما تصلوا الإفادة الرسمية يخرج للرد فورا، لا سيدرس نسخة نسخة، سطر سطر، كلمة كلمة، حارة حارة، شارع شارع. ليه؟ عشان يعرف هو رايح فين بالمنظومة اللي بيعملها. وما أعلمه أنه التطوير دائم ومستمر في قطاع كرة القدم، وبالتالي يبقى محتاج أوقات كبيرة لمعسكرات وأوقات كبيرة لكذا. النهاردة حد من زملائنا المغاربة يعني وهو يحمل صفة صحفية في الاتحاد الأفريقي قال يا عمي ما هم يحاولوا يسندوا الأهلي، إنه لو هتلعب في الدوحة هتتلعب قبل شوية كده من كأس العالم للأندية فيستفيد الأهلي بمعسكر. قلت له أنت مش بتكلم موسيماني يا صديقي، أنت بتكلم شلتوت صاحبك. الكلام ده محتاج قرار فني يعني. طبعا. وبالتالي شوف الحبكات بتيجي ازاي. فهو طبعا لا يقصد تمرير يعني شائعة او حتى بالون اختبار، احنا على سبيل الحكي. شوف هم بيحسبوها ازاي، انه ده اللي ممكن تسمعه لو طلع قرار بالدوحة ان فيها افادة للنادي الاهلي، ممكن قرار الدوحة دلوقتي عبر السوشيال يعني. ويمكن هو الرفض، يمكن من الواضح ان الاتحاد الافريقي اتكلم مع الاتحاد القطري لكن كان في اعتذار او رفض لاقامه المباراه خلال الاسابيع اللي جايه او الايام اللي جايه. هو واضح يعني. هو طبعا حابب الماتش يبقى عنده بس زي التوقيت، زي ما دفع يعني الكثير والكثير عشان يعمل بطوله كاس العرب. ولو انت فاكر زمان كانت بتلعب حبيه لانه دي بطوله عرقيه فتعتمد علشان بس دخل. بص ازاي بقى للفيفا انها هتكون يعني تجربه لمونديال 2022. صحيح. وبالتالي لا، هم بيصنعوا ما يفيدهم، فعايزين يعرفوا انهي ملعب انهي توقيت عشان يجربوا التكييف والارضيه وكذا. نحن ايضا سنبحث عن مصلحه، لكن في النادي الاهلي بتبقى مصلحه مشتركه. ليه؟ عشان النادي الاهلي نادي كبير، مش هيدور على يعني قسمه العدل هيتبعها 50-50، لا هيدور على 60 ولا هيسيب حد يديله 40% من حقه. ده هو عايز 50-50. ده حقيقي. وده اللي بيخليه غالبا ما ينتصر في كل المعارك، والمعارك التي لا ينتصر فيها الاهلي يظل صامد، ودي ميزه نوعيه في النادي الاهلي لا يمكن ابدا انك تقول انه انكسر امام حد، على الاقل يظل صامد الى حين عوده الحقوق، لان انت بتقدرش تروح ولا تيجي معاه لان هو مش طالب غير الخمسين بتوعه. لو افترضنا ان كل شيء 100 نقطه هو لا يطلب الا 50، ونقي انت الخمسين بتوعك الاول كمان، لكن مش هتزحزح عنك. وعلى المستوى الفني انا باكد لك النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بطل السوبر الافريقي، تلعب بقى في مصر، تلعب في قطر، تلعب في المريخ. انا يعني على النواحي الفنيه والنواحي الاراديه لعبتنا بعد ما شفت الثلاثيه التاريخيه ان شاء الله، يعني ايا كانت المباراه فين وامتى باذن الله النادي الاهلي هو صاحب هذه البطوله ان شاء الله. ولاحظ انه دايما اتعودنا كده الاهلي ومنتخب مصر في فترات يعني بتبقى ده نظر التفاؤل او نظر الانتصار. صحيح. اما تلاقي حد الان مننا كده تعرف انه متكهرب يعني، تعرف ان نذير خير ان شاء الله. ان شاء الله والاهلي بخير يبقى منتخب مصر بخير. صحيح. دي على مر التاريخ يعني. عشان كده بقول لك الاثنين مع بعض بالظبط يعني. نروح لبطولتنا او بطوله الدوري اللي ان شاء الله هتبدا من بكره، رؤيتك ليها ازاي بعد اللائحه اللي طلعها النهارده الاتحاد او اللجنه الخماسيه المسؤوله عن اداره الكره في مصر؟ رؤيتك الفنيه بالنسبه للدوري بدايته ان شاء الله بكره، والنادي الاهلي يوم الاحد باذن الله مع المقصه، الشكل العام ورؤيتك وتوقعاتك للدوري الفتره اللي جايه عامله ازاي؟ اغلب يعني او كتير من الاوراق، مش اغلب لانه لا يصل للاغلبيه، من الاوراق مرتبه يعني فكره كام اسبوع وكذا مرتبه. طبعا يعني تحيه خاصه كالعاده يعني للامن المصري بمسانده قوات المسلحه،
انه بيحل ازمات الملاعب، وعشان كده ماتش الزمالك هينتقل من ملعب المقاولين العرب لملعب استاد القدره الحربيه، مزيد من التامين، مزيد من الضمانات، ومن ثم يبقى بقى فين اللائحه كابتن هاني؟ لا توجد لائحه. لجنه المسابقات قالت لائحه، بينما مش منوط بيها ان هي اللي تحاسب، يعني العقوبات من لجنه الانضباط. تاني ما العقوبات من لجنه الانضباط؟ ايوه يعني واللجنه الثلاثيه او لو كانت لازالت خماسيه قالت ده وجددت لكل اللجان، ولجنه المسابقات بيقودها الان صديقنا مازن مرزوق، لكن ما قالولناش مين معاه، هل هي فرديه؟ وليكن، الى ان ياتي بتيم عمل يجوز، لكن هو اصدر عقوبات في الشكل معظمه في اللي هي فكره العقوبات، يعني 16 ماتش و17 ماتش وكذا. اولا السؤال عن التنفيذ، لكن قبله يعني صحيح التنفيذ لابد انه التنفيذ يدخل عليه المشروع الدولي اللي دايما انا وحضرتك بنتكلم فيه، انك تاخد بالفيديو ما تستناش التقرير، الراجل يقول لك اصل انا دخلت جوه وما شفتش، بينما التلفزيون جايبها فول شاشه وكذا بقى، يعني اعمل النسخه الخواجاتي منها اللي مصر تستحقها. لكن الاجدى بقى اولا فين الذي سيصدر العقوبه؟ وهو لجنه الانضباط. لجنه المسابقات لا تعاقب احد، مش من حقها ولا دورها. طب انت حطيت دي هتديها لمين؟ طب اللائحه راحت للانديه ولا تبقى سريه زي الموسم اللي فات؟ يا اخي الحاج عامر حسين الحقيقه برضو كنا بنعرف نتناقش معاه، لكن الموسم اللي فات قالوا لنا كلام ما لقيناش حد طول الوقت. من كان يقود اللجنه وهو شاب وولديه يعني مشروعيه انه احنا اللي نامل فيه، مش هو يامل انه راجل محترم وشاطر في قادم يعني الايام والاحوال، لكن برضو كانت الحكاية فردية، وكنا في الأغلب العام ما بنلاقيهوش، واختلط الحابل بالنابل، وصدرت عقوبات يعني برضو شفاهة، ثم لا تظهر، ثم أبو أربع ماتشات تلاقيهم اثنين، وأبو ثمانية يبقوا ستة بالخواطر. بالزبط. الآن مع السيد مازن مرزوق، يا إما يعتمد بقى اتحاد الكرة أو اللجنة اللي بتدير اتحاد الكرة أن هناك نظام جديد هتكون لجنة المسابقات فيه هي صاحبة العقوبات، أو يقولوا لنا مين اللي هينفذ. حضرتك عندك بجد يعني عندك لا فكرة؟ يعني مين اللي هينفذ مش مطروح دلوقتي، وما تعرضش مين يعني. طب اللائحة يعني اللي يصدرها اللجنة اللي هتقوم بالمعاقبة مش لجنة بالزبط. المسابقات. طب هل الأندية وقعت اللائحة؟ كل الأندية أشك، كل الأندية استلمت اللائحة ووقعت إنها استلمت نسخة طبق الأصل أشك. الأخطر والأهم من الذي سينفذ العقوبة. سينفذ العقوبة وهيقولها لجنة المسابقات مش من حقها تقول عقوبة، قد تستطيع رفع ما يسمى بمذكرة أو معرفش بيسموها إيه في عرف كرة القدم، لكن هناك لجنة انضباط كانت صاحبة كل العقوبات يعني حتى اللائحة كمان أقصد، وبالتالي هي من تجتمع على بقيادة طبعا المستشار سيد المنداري. طبيعي اللي هينفذ العقوبه هو اللي يحطها، لان هو اللي حاطط البنود نفسها، فانا عارف انا بحط ايه عشان اعاقب بايه. اتمنى ان شاء الله يعني في الفقره لو حد اجاب على الزملاء او في فقرات تاليه تناقشوا ده، لان ساعات ويبدا الموسم الجديد. صحيح يعني صحيح. اهم البنود اللي في موسم رائع يعني. اهم البنود اللي لفتت نظرك من لائحه العقوبات، شفت حاجه جديده؟ شفت بند كنت تتمنى انه العقوبه تزيد تقل؟ عندك بند ممكن من خلال رؤيتك لكل الدوريات اللي اقيمت في مصر السنوات اللي فاتت بند ناقص ممكن يتحط؟ انا اتمنى تطبيق فكره مين اللي قاعدين تحت، والاهم مين اللي قاعدين تحت. كم واحد ومعاهم اي دي كارت؟ ولا يمكن حتى لو انت هاني رمزي اهو عشان ما اقولش على حد مش قدامي انك تبقى موجود من غير اي دي كارت. ولا ده من الحكايات الكثير عن اساطير طالما شغله في الملعب والله لا يغادره الاي دي كارت. طب اقول لك ممكن مساعد ليه يجي يعدلها له، يعني لو طايره لورا. تخيل العقوبات ما اعرفش ليه فيها لمسه، يعني يقول لك ايه وهم بيحطوا العقوبه قال مش هخلي حكم بعد كده حد يغلط فيه. يا عم انا عايز النسخه الاصليه. انا عايز اتناقش معاك يا استاذ عصام في النقطه ديت. يمكن الاسابيع الاخيره من الدوري اللي فات كان في جمل مطاطه، يعني يقول لك التعدي على حكم. طب يعني بانهي تعدي؟ بلفظ التعدي بيشوح له؟ ما هو ده اللي بقوله يعني. ويبدا الناس يعني طيب لو هو مثلا هو راح خابط سماعه الحكم
هو ده هو ما لمسوش اهو العقوبات في كل الدوريات. يعني افرض جاب واحد معاه نبله يعني مش نهارك بقى يعني. ما هو في حاجات في كل العالم زي ما حضرتك قلتها وانا عارف انك بتقولها علشان توصلها للناس، مش حابب ده تقول انه ده اللي في المانيا وده، خلينا صراحه تمام. وبالتالي العقوبات بدءا من اللمس والنظر والكذا والمذا والله منصوص عليها، ما بيخجلش انه يوضحها عشان تبقى عارف حقك عشان يطالبك بواجباتك يا كابتن هاني. ما هو السنه اللي فاتت ده ما حصلش في واقعه كلنا عارفينها. كان طب هيحصل ازاي؟ كان في لاعب يستحق طبعا الايقاف لمده من 8 ل 12 ماتش على الاقل على الاقل، فقال لك لا اصل دي تحت بند يعني مش التعدي بالايدي او طب يعني كل الجمل المطاطه ديت الجمل المطاطه وفي واحده ثانيه بسبب المشاكل في واحده ثانيه يقول لك ايه تقديريه تقديريه اصل تقديريه والعياذ بالله اصل السماعه مش جسمه اصل والعياذ بالله اصل هي برضه بعيده 3 مللي عن عن ودنه اصل الراجل يا اخي كان بيشوح ما هو بشر ما يقصدش ما هو يعني ايه وبعدين ما هو راح اعتذر له وهنقعد يعني اجمل مصطلح او وصف انت قلته للمصطلح ده انه مطاطي والمطاط يعني فعلا مطاط مطاط يا اخي هتعمل له ايه هتلمه ازاي وبالتالي الحقيقه يمكن المراجعه الحقيقه في حاجات طبعا كويسه هي في مجملها حلوه بس ليه مدموغه انه حد افتكس لائحه ليه ما بنقولش عشان لو حد اتكلم هذه لائحه الاتحاد الانجليزي ليه لا يعني انا نفسي افهم يعني بس واحد بس يجبر خاطري ويرد عليا وما ما نرجعش للنقطة المهمة اللي انت قلتها اصل احنا اللي حصل ده اصل مش مكتوب في تقرير الحكم وبتبقى في كوارث بتحصل في الملعب ومشاكل بتحصل في الملعب والكاميرا بتجيب هنا والكاميرا بتجيب هنا ده مثلا يمكن اثناء المباراة وما بعد المباراة تخيل ان كمان العقوبات بتوصل ان يعني ده انت لازم تعاقب كمان الفريق لو جماهيره بره محيط الاستاد ده في ناس بتتعاقب ان سلطه الحكم لغايه ما الباص يمشي ده الحكم تمام لكن حتى لجنه المسابقات بره او لجنه العقوبات او اللي بتدير مثلا ما يمشوش بدري ابدا بيحصل على الجماهير حتى لما بتروح هناك مثلا محطه المترو وتشتم جماهير لا ده في فيديوهات من المترو بتنقل دوت للاتحاد الالماني مثلا حصل مجاوزه من كذا 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 وبيحصل عقوبات فما بالك ان الجزئيه الصغيره اللي داخل الاستاد انت هنا ممكن تسمع دي ها انه ما كاميرات المترو مش معتمده وكانك لازم تسمي كاميرات المحطه كاميرات الرصيف طب كاميرات المترو اللي محطوطه عشان اي واحد يعمل جريمه يتمسك ضمنها جرائم كره القدم يعني بص يا كابتن لازم نرجع لما هو طبيعي ومنطقي الاشخاص يجتهدوا نقول لهم تعظيم سلام في التطبيق يا كابتن والتنفيذ صحيح. مش في الابتكار هي لا تبتكر الحقيقه يعني ومع ذلك جهد مبذول لكن طيب احنا نسينا حاجه مهمه ما هو المدرب بشر طبيعي واللاعب بشر اديله كتله من الحقوق وواجبات قول انه بعد هذه اللائحه ومهما كان التجديد موافقين بشرط تكون نسخه من كل العالم ماشي خليهم يسمعوا كلامنا ويعملوها يبقى انك تؤكد ان هذا الموسم سيبدأ وينتهي مش بإعلان زي اللاعب لكن بانه الناس هتعرف والهيئات الرياضية هتعرف انه تم معاقبة حكام او مراقبين هم دول ما بيغلطوش خالص ده لسه حكم اتوقف الماتش عشان العنصرية الكاميرا جابته احنا بنغلط غلطه السنين لمجرد انه قال كلمه في الاير بيز للحكم قال له الفلان اللاعب الفلاني الاسود اللون ودي اتسمعت ودي اتسمعت واتطبقت انه هو بيقول له كان باين عارف اللي يقول لك عينيه بتطق شرار وهو بيكلمه فدي مع دي احنا بنغلط غلطه هنا لازم يلحقوها عيب مصر كبيره قوي مصر العظمى دي مصر الكرويه لازم تبقى قدها احنا بنخلي الكاميرات تضرب في السماء لفوق مع اي حدث وقفل يا جدع معقوله انتوا عايزين مصيبه نعم انت بتقطع الديكومنت انت اكنك بتساعد حرامي ها انك تنشر الغسيل فوق محل مجوهرات فاداري الكاميرا طبعا طبعا وكانك ساعدته لا يجوز يا كابتن هاني البث التلفزيوني لازم يبقى جزء من المنظومه اخذ بيه في العالم من 10 سنين تقريبا ولا اكتر لا اعتقد 10 اللي هو ده بقى بيغلظ العقوبه وبيغير الكارت وكذا قبل الفار والحمد لله. ثالثا وهو الاهم او الثلاثه اهم عشان ما نقولش اولا كان اهم من ثانيا الفار. حد يكلمنا عن الفار
يا كابتن اني 60 ساعه عملي يصرف لك رخصه الفار واحد بس اسمه ابو العيله في المساعدين هو اللي معاه واحد بس واحد بس اللي معاه الرخصه اللي نتاك 60 ساعه تدريب الباقيين قالوا هنديك تصريح كده زي عربيتك اما ما تجيش البيانات ولا حاجه اول ما رجعت من المانيا ودي نقطه مهمه جدا كان حصل عليها مشاكل كتير السنه اللي فاتت وقالوا ان البروتوكول والحكام هتاخد تدريب ويقولوا لنا حاجه كمان مهمه ما وصل منقوص واضح واعترفوا وقلنا لهم متشكرين ليكوا وقالوا سنبحث وقلنا لهم ها يعني رائع الان علينا تحديث البنيه بتاعت الفار يجب استكمال عدد الكاميرات وعدد الكرفان او العربيه نفسها نسخه من كل حاجه ليه لا زياده عدد الكاميرات داخل الملعب بتساعد حتى حكم الفار ليه لا لما تجيبش حد خبير في شغلته في يركب الفار الكاميرات يركب الكاميرات وكمان يدي تريننج للناس اللي لسه معهاش العدد الساعات اللي انت اصلا بتتكلم فيري بروفيشنال انت بره عدد ساعات لازم تقضي 250 على مستوى التدريب 250 ساعه عشان تاخد الترخيص مش عارف ايه وبعدين ترفع ايه يبقى بي وبعدين ترفع ايه يبقى سي بالظبط على مستوى التحكيم اللي هو انا شايف انه حلقه مهمه جدا جدا في الدوري المصري وكان عامل مشاكل كتيره جدا فبالتالي كمان كان لازم يوضح الكلام ده بشكل مباشر احنا هنبدا الدوري بكره اوريدي يعني ايوه كل دي حاجات مبهمه طب حتى لجنه المسابقات طبعا مازن صديقنا لكن مين معاه حضرتك تعرف حد وانت في الوسط الكروي تعرف حد تاني لجنه المسابقات هل سيجتمع وحده وهنرجع لحكايه انا لعبت فريق لوحدي فكنت لابس 6 فانيلات وست شرابات ما ينفعش يا كابتن الحاجات دي ليه حتى يقولوا لنا انها في طريقها للتكوين وهنبدا الاسبوع الاول بس هنبدا الاسبوع الاول هنساعده ازاي هل اللجنه ثلاثيه او خماسيه والمدير التنفيذي مثلا والاعلام لو عايز حاجه يعملوها معاه لغايه ما يدخل 3-4 مع اللجنه ما قالوش يعني والله انا لا اسخر انا بتكلم بجد لا انت بتتكلم بامان ان هو عرفونا طب يعني انتوا هتعملوا ايه الفتره الجايه احنا مش قصر وهم بيبذلوا جهد وكل مره أكيد. نقول بيبذلوا جهد مفيش شك لكن حقنا انا اول واحد قلت ان السيد عمرو الجنايني اندفع في حكايه الـ 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 الكورونا ما كان شأنه عشان يعرف يحاسب مين اللي طلع ومين اللي ما طلعش لكنه خلاص بقى مزاج عام انت تخشى لانك الرجل الاول من اخطاء الاخرين اختار ناس اخطائهم يعني تكاد تكون منعدمه يعني والا فعقوبه او تغيير ما فيهاش حاجه يعني مفيش حاجه خالص ده شغل محترفين انت لا تخطئ في ذات الانسان يعني انت تخطئ في العمل وبالتالي انا الحقيقه دي اسئله يعني لغايه الساعه 11 وثلث اهي وساعات فارقه فعلا اليوم الجديد بيبدا الساعه 12 ودقيقتين لا توجد اجابات ملف النوايا حسنه تمام ملف اداره الانديه المحترفه اخبارها ايه؟ ولا حاجه في اللائحه الجديده ولا حاجه موجوده ولا مش لان في بند في اللائحه او يعني نقطه كده بتقول في حاله اجراء هذا الملف او استكمال لجنه تدير الكره بشكل خاص بعيدا عن الاتحاد المصري يبقى الاتحاد بس هو المسؤول عن المنتخبات بداوا كمان الرابطه بقى رابطه الانديه المحترفه برضو ما فيش بند واضح هيحصل الكلام ده السنه دي ولا لا لكن حاطين بند ان هو لو في حاله هيتقسم دخل البث بان هتاخد 85% والاتحاد هياخد 10 والدرجات الثانيه هتاخد 5 يعني هم بيسبقوا النقطه دي عن النقطه ازاي ما تقولوا لنا هتعملوها ولا مش هتعملوها ومين اللي هيعملها اصلا الاتحاد يعني المفروض الاتحاد المنتخب اللي جاي الاتحاد المنتخب لما يجي هيطرح فكره انه عايز يكمل دوري المحترفين او يخلي الكره المصريه محترفه 100% وبالتالي نشوف شروط الروابط ازاي لان كلها ناس بيد ناس بمرتبات طبعًا. ويعني في التفاوض معاهم ممكن واحد تقول له اديك 100 يقول لك عايز 300 لان هو في الورقه الثانيه اللي هو مقدمها مقدم لك انه ازاي يقدر يخلي الدخل من 10 50 مزبوط. ومن 50 100 وهكذا هل هي هتبقى الموثوق فيهم وحتى لو شطار في التسويق من رجالات الانديه مرفوض تماما ولا حد فيهم كواليفايد ما عندوش رخصه
ما عندوش رخصة مسوق، أعتقد إن وراها رخص الحكاية دي برضو، زي رخص التدريب، زي رخص الوكلاء، زي لكن إحنا في وقت أو سابقة أعمال، ما هي يعني ما أنا بقول لحضرتك أقصد ترخيص ما يعني يعني، وبالتالي لا عيب أبدا إنك تعمل ده، يعني ده أوانه، وإن أنت تشوف يفط في الشوارع مكتوب عليها مدراء أعمال، مكتب بهاني رمزي وولده وماتي لإدارة الأعمال الكرة، وبالتالي يدفع ضرائب ويشغل ناس وكذا، اقتصاد كرة قدم يا كابتن. طبعا. وبالتالي تنتقل بقى الحكاية لاحتراف كامل، تبقى عارف اللعيب اللي في سن التجنيد مش هياخد عقد محترف كامل، واللي بيدرس أونلاين غير اللي بيروح الجامعة كل يوم فمتعطل شوية، يعني ما يبقاش لاعب وطالب أو محترف وطالب ومجند. يعني ليه الفصل مصر الدولة راح على 100% فعلا تعظيم الاحتراف والبيزنس والشراكات التجارية وكذا. ليه الكورة بنرضى بقليله؟ ليه يقول لك شركات؟ طب مين اللي هيعمل شركات؟ هل الشركات دي هتبقى، أنا رجل عضو في النادي الأهلي، هل الكارنيه بتاعي ده سهل؟ هو فاكر كده لما يجيبوا 5 ناس، ما الوقت في كلام الناس بتقول لك إيه فلان الفلاني هيكون الشركة، خلاص اللي هي مين؟ اللي هو حضرته؟ اللي هو مين؟ طب دول إزاي هيقيم الأمر؟ ولا حد برضه عايز يروح يشوف التجربة حصلت إزاي في كل الدنيا علشان يبقى في شركة، علشان تعمل هذا الفصل بين الممولين الأصليين كأعضاء جمعيات عمومية، ما هو دول أساس التمويل. ثم ماذا عن الأندية اللي على تماس مع الدولة؟ هتقول لها إيه؟ هل الدولة هتكون ليها شراكة من عدمه؟ على فكرة ألمانيا، لأن أغلب أنديتك كانت في ألمانيا الشرقية، بايرن أعتقد وإيه تاني؟ يعني كان على تماس مع الدولة. طبعا. زي عندنا كده كان مثلا الاستاد تبع المحافظة أو زي كذا زلاتان، كان وقت من الأوقات مالك لكن تعثر، فالحكومة ساعدته فخدت جزء من الاستاد. يعني بشراكة طبيعية جدا. قبل بقى عودة ألمانيا الموحدة تاني واندفاع اتجاه أوروبا الغربية بقى، خلاص بعد ما بقاش في حاجة اسمها شرقية وأزيل السور، كان بعض الأندية دي على تماس مع المحافظة، زي الإسماعيلي مثلا، فالاستاد اسمه استاد إسماعيلية لأن ده بتاع المحافظة أساسا، وبالتالي شيل ده من ده ارتاح ده عنده. لكن في طريقة حتى أنا ما أقدرش أفتي فيها ولا حضرتك ولا أي حد، في يعني في تجارب الأولين صحيح، وفي سوابق الأعمال، خلاص المسألة سهلة. كل ده محتاج نقاش، هم ما أثروش في ده، لكن أنا مش هقول إن ده كان يبقى دورهم إلا بعناوين رئيسية، لكنهم اجتهدوا في حاجات وما حطوش العناوين دي. الأمل كله في اتحاد منتخب إن شاء الله. عشان كده لما تيجي تقول ان هناك ربط وثيق بين تأجيل الانتخابات وعدم عقد جمعيات عمومية، بالمناسبة يعني بقول لصاحب القرار ده، انت كده بتحط مصر الكبرى بقى في شكل مش حلو. ما اعلمه وعلى مسؤوليتي ان مكتب الفيفا في جمهورية مصر العربية وبلدان مجاورة صور مهرجان الجونة، مهرجان القاهرة، الانتخابات اللي حصل في مصر بهذا الكم من الأمن والأمان والإجراءات الاحترازية قدر الإمكان وزيادة. تيجي تقول لي 104-1 ما أقدرش أقعدهم في ملعب في استاد يصوتوا، مش هيسمعك. غير مقبول طبعا، مش هيسمعك. مظبوط. غير مقبول وغير مسموح، وهو قرار أقسم بالله الدولة مليها شأن بيه. هذا القرار يعني يدل إن في حد مش عايز حد في اتحاد، مش عايز حد في نادي، عايز يأجل مدد، عايز لعبة انتخابية مدد. بس لعبة انتخابية يعني دنيئة زي ما بيقول يعني. اعتمدت على قرار رائع للسيد رئيس الوزراء اللي هي التجمعات المغلقة، فيش داعي منها دلوقتي، التي تجمع عشرات الالاف في مكان، ولا كانوا اوقاف الانتخابات، لكن لاحظ الانتخابات فين؟ في طوابير في شوارع. لكن انا افهم ان انت لما تجيب 30,000 عضو نادي في حتة مغلقة صوان، لان كل الانتخابات كده او صالة مغطاة، انتهى الخطورة بلاها. لكن تجيب لي 104-1 تقدر تجيب لهم جنينه وتقول لي لا مش عامل انتخابات، تجيب لي ناس في طوابير انتخابيه لبرلمان ومصر تصبح نسخه دوليه حقيقيه وتقول لي لا للانتخابات؟ ازاي يعني؟ امال مهرجان السينما ده اتعمل ازاي؟ وكل اللي حصل ده اتعمل ازاي؟ احنا داخلين على مونديال العالم لكره اليد، اسف لكره اليد. مزبوط. هتقول لهم ايه ان شاء الله؟ هتقول لهم خلوا كل فريق يبعت لعيب واحد يشوط كرة وبعدين يطلع اللعيب اللي بعده ينزل؟ دي بقى جوه صالة، مش ممكن. ومصر شهدت اجتماع عالمي لفرق وثقت في مصر ما وثقتش في اي دولة تانية، وهذا حقيقي يعني مش من قبيل حبي لمصر، وسفراء الدول حضروا الاجتماع التحضيري من قرابة الاسبوع تمام، واطمأنوا للاجراءات. انت بتقول ايه؟
لا مصر كبيرة يا أستاذ عصام، مصر كبيرة، ونتمنى إن شاء الله على مستوى كرة القدم إن احنا نكون الأفضل على مستوى الاحترافية، إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله الكلام اللي حضرتك بتقوله يمكن مش من دلوقتي، من سنين طويلة يبدأ النظر فيه بشكل مباشر. كلنا تفاؤل باتحاد كرة قادم بإذن الله يكون على مستوى المسؤولية، على مستوى اسم مصر الكبير، وزي ما حضرتك بتقول مصر يعني على الخطى الكبار زي ما بنقول من 2013، ده يتطبق ان شاء الله باذن الله على مستوى كره القدم وعلى مستوى الرياضه بصفه عامه في مصر ان شاء الله. لان الحكومه المصريه الحقيقه وادينا شفنا انه لا للفساد، وانا بقول لحضرتك انه في قادم الايام جيوب كتيره لفساد يعني اكثر من كده واعمق هتكشف، من ضمنها تحرير صناعه اسمها الرياضه في القلب منها مصانع كره القدم، صناعه بهجه وقبلها صناعه امن قومي تغير المزاج العام للشعوب. يا كابتن هاني الدولة حريصة على ده، لكن مش هتمد ايدها في المحتوى، لان مصر الكبيرة دي مش هتقبل انه تتوصف بان هناك تدخل حكومي. صحيح، نتمنى كل الخير لبلدنا ولكرتنا، وان شاء الله باذن الله يعني في تقدم مستمر. استاذ عصام بنشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكر حضرتك يعني كابتن. كنا سعداء جدا بهذا الحوار الرائع، ودايما يعني حواراتك ولقاءاتك هنا في البيت الكبير يعني تنال اعجاب الجميع. شكرا كابتن هاني، ربنا يخلي حضرتك. يعني لانه هنا في مساحه الحقيقه متعاظمه ومحترمه، ونموذج حتى وانت تتحدث في قناه فئويه ان الحكايه ليست ب يعني الدفع ب اسم وشعار القناه لملك الاهلي، لكن لطرح قضايا عامه دون توغل لحساب الشعار اللي هو النادي أكيد الاهلي. أكيد. الافاده بتبقى دايما للكره وللبلد. نشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله على لقاء قريب باذن الله استاذ عصام. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى، ان شاء الله بعد الفاصل كابتن رمزي صالح.